عام 2021 في السودان كان حافلا ومليئا بالأحداث والتحولات. الكل يجمع على أن الثورة مستمرة، يستوي في ذلك المكون العسكري والأحزاب السياسية والقوى المدنية ولجان المقاومة. نعم، الكل يرفع شعار الثورة مستمرة، لكن كيف تستمر وإلى أي مسار تتجه لتحقيق أهدافها؟ ذلك هو ما يختلف بشأنه فرقاء الحكم. نقلنا الأحداث والمواكب وعرضنا مختلف وجهات النظر ليبقى الحكم للشعب السوداني صاحب السيادة الذي يولي ويعزل، يمنح تفويضا أو يسحب ثقة. لم تكن تغطيتنا مقتصرة على تطورات الوضع السياسي، بل كنا مع المواطن السوداني في تفاصيل حياته اليومية، في طابور الخبز وعند ماكينة الصرافة وفي قلب الفيضان. مشاهدينا بشارع القصر، هذا الشارع المؤدي لباحات القصر الرئاسي، حيث يشهد كرا وفرا بين المتظاهرين الذين يحاولون الوصول لباحات القصر الرئاسي وقوات الشرطة. وسط جموع الجماهير السودانية كانت الجزيرة مباشر حاضرة تنقل آمال المواطن السوداني، طموحاته وآلامه، أمانيه وتطلعاته في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم. وعلى مسافة واحدة من كل التيارات والأطروحات، نقلت الجزيرة مباشر الحقيقة كما هي وعلى الهواء مباشرة بدون تلفيق أو تزويق، فالتفت حولها الجموع الغفيرة. الشعب السوداني اتخذ قراره تماما انه لا رجعه للوراء ولا بديل للمدنيه الا المدنيه. نحن هنا بالميناء الرئيس بمدينه بور سودان بولايه البحر الاحمر شرقية السودان، حيث هو في ازمه شرق السودان. كانت الجزيره مباشر حاضره ونقلت للمشاهد السوداني والعربي تطورات الازمه على الهواء مباشره من ارض الواقع وسط المواطنين وفي مقرات الاحداث. المطالب، هؤلاء المعتصمون تابعون للمجلس الأعلى لنظرات البجا الذي يطالب الحكومة بعدد من المطالب. نحن هنا بقرية القناعة التابعة لمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض أقصى جنوبي السودان. سيول جائرة اجتاحت هذه المنطقة، ووسط السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في السودان في سبتمبر الماضي، خاصة ولاية النيل الأبيض، انفردت الجزيرة مباشر بنقل الصورة وأحوال الناس في المناطق المنكوبة. أدرر ده والله، لكن ليه كل المجال ستة دي كل درر عنده ولا واحد ولا اثنين. وفرت الجزيرة مباشر ساحة للرأي والرأي الآخر، للمسؤولين والسياسيين والمحللين السودانيين من التوجهات كافة، وأجرت لقاءات حصرية مع شخصيات فاعلة داخل السلطة الانتقالية وخارجها، كما عبرت الجماهير السودانية عن آرائها المتنوعة عبر شاشة الجزيرة مباشر بكل حرية وموضوعية. يعني التنظيم بتاع مسارتنا وحتى التنظيم اللي موجود في الخرطوم، نحن ما عندنا لا غصر لا قيادة عامة لا غيره. يعني كل المسارات تحددت عبر التنسيقيات للجان المقاومة في كل السودان. يا أستاذ أحمد طه، معايا جمهور السودان وبيسأل حضرتك وعاوز يبعتلك رسالة. بنقول لك يا معيانا، بنقول لك مشكور على المجهود اللي أنت بتبذله، وبنقول لك واصل في اللي أنت واصل فيه. تغطية الجزيرة مباشر كان لها صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان. أنا لا أحمل الوثيقة، أنا أحملها. حول التحديات وأفاق التغطية الإخبارية في السودان، ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم مراسلنا الزميل محمد عمر، كما ينضم إلينا عبر الإنترنت من الدوحة زميلي أحمد طه المذيع بقناة الجزيرة مباشر. أهلا بكم معنا. أبدأ معك محمد، وبالتأكيد كل عام ومحمد وأحمد بألف خير. محمد، بالتأكيد العمل في الشارع في مثل هذه الظروف هو أمر صعب للغاية. نريد في البداية أن تقربنا أكثر من الصورة على المستوى المهني والإنساني أيضا.
نعم سالم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام ولكل الزملاء في شبكة الجزيرة وخصوصا زملائي في الجزيرة مباشر، وكل عام والجميع بخير. طبعا كما ذكرت صعوبات كبيرة جدا، خصوصا نحن هنا في السودان في ظل الزخم الميداني الكبير والسياسي وكذلك في كل شيء. هنا في هذا العام 2021 شهد أحداثا ويعني أشياء عدة في البلاد، بدأت بعدد من الأحداث من بينها على الشأن الاقتصادي كرفع الدعم وزيادة غلاء الأسعار وغيرها من الأمور، الأمور السياسية التي كانت كذلك مسيطرة على المشهد في هذا العام بشكل كبير جدا، من أبرزها الإجراءات التي كان قد اتخذها قائد الجيش في 25 من أكتوبر الماضي، وكذلك ما سبقه من اعتصام للقصر الرئاسي، وكذلك ما تلا هذه الإجراءات من كذلك الرفض من قبل الشارع وتأييد كذلك، وكل هذه الأمور تقابلنا في الميدان. ونحن بالتأكيد دائما كما ذكرت سالم، الجزيرة مباشر هي حاضرة في الأحداث، وكذلك هي دائما على مسافة واحدة من الجميع، ننقل الحدث كما هو، نترك للمشاهد التعبير، يتفاعلون معنا الناس في الشارع، ننقل واقعهم كما هو. فيعني الحمد لله، أنا شخصيا راضي تماما عن التغطية، وأنا لست لوحدي، فريق كامل هنا في الخرطوم، وكذلك أنا أكمل جهد زملاء في الدوحة من بينهم أنت والزميل أحمد وكل الزملاء في ديسك الأخبار وكذلك المراسلين وكل الزملاء، يعني نسعى جميعا لنقل الصورة والصوت والخبر كما هو في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان، حتى أخبار اليوم وأخبار الأمس والتظاهرات التي ما زالت مستمرة، وحتى الأحداث القادمة سنكون نحن على مسافة واحدة من الجميع، ننقل الأحداث، نكون مع الثوار في الشارع وكذلك مع الذين يؤيدون إجراءات قائد الجيش وما يقولون. هذا هو الصحفي، دائما نحاول أن نكون في كل شيء لنقل الحدث، ومن يحكم هو المشاهد. عاما كان مليئا بالأحداث هنا في السودان، مليئا بالصعوبات حتى في تغطيتنا للسيول والأمطار وغيرها من الأمور، تغطيتنا كذلك لإغلاق الشرق الذي استبق الإجراءات الأخيرة لقائد وعلى الجيش. مدى العام زميلي أحمد طه، سأعود لك زميلي محمد، الجزيرة مباشر غطت العديد من الأحداث المهمة، لكن كان لافتا أنه تغطية الشأن السوداني تحديدا حظي بكل هذا الزخم، لماذا برأيك أحمد؟ طيب دعني أحييك سالم في البداية، وأحيي زميلي محمد عمر صاحب الجهد الوافر والضخم في هذا العمل بشكل عام. عايز أقول لك هذه هي المرة الأولى اللي أكون فيها يعني في موقع المستضاف، إذا صح هذا التعبير، والحقيقة يبدو أنه ده أمر مربك للغاية. لكن على أي حال، أنا أعتقد يا سالم ردا على سؤالك، فكرة هي ليه الجزيرة مباشر حققت ما رأيناه من نجاح بفضل الله عز وجل في تغطيتها للشأن السوداني، هي أنها كانت في قلب الحدث، هي أنها كانت مع الإنسان، هي أنها كانت صوت من لا صوت له، وهو الشعار الرئيس للشبكة والجزيرة والجزيرة مباشر منذ أن بدأت العمل خلال السنوات الماضية. ببساطة سالم، هي إحنا كنا جزء من الشارع، لا أقصد جزء فاعل هنا بمعنى أننا فاعل سياسي، لكن جزء من إحنا قريبين من كل الأطياف السياسية. والحقيقة اللي يعلم القريب من المشهد السوداني هو مشهد معقد للغاية، هو مشهد فيه عدد كبير من الأطراف، فعندما تحاول أن تكون أو تنقل أصوات كل الأطراف هذا أمر ليس بالسهل. أنا أعتقد أن الجزيرة مباشر اقتربت إلى حد كبير من النجاح في هذا السياق، كانت صوت رجل الشارع البسيط الذي ينزل للتظاهرات حتى هذه اللحظة. وفي هذه النقطة تحديدا سالم، دعني أترحم على كل من سقطوا الضحايا والشهداء خلال يعني التظاهرات، سواء بالأمس أو في الأيام السابقة، وأصبحت الأعداد كبيرة وبالعشرات، الرحمة لهم ويعني البقاء لله، ونعزي أسر هؤلاء والشفاء للجرحى والمصابين، وفي النهاية نتمنى الخير للشعب السوداني ونتمنى الحرية والسلامة لجميع أطيافه. مرة أخرى ردا على سؤالك سالم، نحن كنا مع الجميع، كنا مع المواطن،
كنا مع الإنسان البسيط في الشارع نقلنا صوته بكل أمانة، سواء من خلال المسائية، من خلال التغطيات المفتوحة، من خلال زميلنا أيمن عزام وبرنامجه بعد منتصف الليل. الجانب الآخر، أتينا بكل الأصوات السياسية. لا يوجد صوت سياسي لا يوجد تيار سياسي في السودان لم يكن له نصيب على شاشة الجزيرة مباشرة حتى هذه اللحظة. الجميع تحدثوا، من هو مؤيد للسلطة الحالية، من هو معارض لها، من يقف في المنتصف، من لديه رؤى مختلفة. وبالتالي أنا أعتقد أن ما قدمته الجزيرة مباشرة من خلال أفرادها، من خلال محمد عمر وزملائنا في السودان، أنا أعتقد هذا جزء رئيسي كان من نجاح الجزيرة مباشرة. هؤلاء الشباب اللي عايز أقول إن هم يعني الإمكانيات لم تقف عائق، المسائل الأمنية لم تكن لهم عائق. أنا أعتقد إن محمد عمر وزمايله في الخرطوم كانوا أبطال. أنا مش علشان محمد معي الآن، محمد كان بطل، بدوي وأحمد وكل الأسماء، أنا لا أريد أن أذكر كل الأسماء، كانوا أبطالا لأنهم نقلوا الحدث بكل مهنية، لكن قبل ذلك بكل شجاعة. وهنا أريد أن أسأل محمد أحمد، يعني محمد كان لا يكل ولا يمل من نقل الأحداث، ربما كان يقضي أوقات كبيرة في الشارع حتى أوقات متأخرة من الليل، كيف أثر ذلك كل محمد على حياتك الشخصية؟ حقيقة سالم، يعني هذا سؤال مهم جدا. في الفترة الأخيرة للأسف أنا مقصر جدا في حياتي الشخصية وحتى حياتي الاجتماعية، بالكاد لا أكون أخذ إجازة حتى يوم واحد، إجازة الأسبوع مع الزخم والأحداث وحتى مع الأسرة الكريمة، أنا مقصر جدا جدا. لكن للأسف هذا هو وضعنا نحن كصحفيين. لا يمكن، هناك شيء داخل الصحفي أعتقد أنت تعلمه وكذلك زميلي أحمد يعلمه وكل الزملاء، لا الصحفي لا يستطيع أن يكون في إجازة ولا يتابع الأحداث، حتى وأنت في إجازة لا تتابع الأحداث، فما بالك وأنت تعمل وأحيانا تأتيك إجازة الأسبوع ولا تستطيع أن تأخذها. لماذا؟ لأنك في الزخم الميداني، فيما يحدث في الأحداث، والسودان مليء بأحداثه في خصوصا في هذا العام، هذا العام الذي يراه كثيرون هنا سالم في آخره ويقولون بأي حزن عدت يا عام في ختامه وسقوط عديد من الضحايا. طبعا بالتأكيد نترحم على كل من سقطوا في الآونة الأخيرة، ونحن نغطي طبعا من أصعب المشاهد أنك تشاهد الضحايا وتشاهد كذلك الإصابات، وحتى يعني سالم نحن لم نسلم حتى من هذه الأمور في تغطيتنا للأحداث، لكن كانت العزيمة هي المهمة في هذا التوقيت. يعني كنت تشاهد العنف بعينك وتشاهد أشياء تثنيك عن هذه التغطية، لكن الروح تجعلنا ننقل الصورة كما هي، تجعلنا ننقل الحدث كما هو، تجعلنا نقول ما نراه كما هو دون نقص أو زيادة في هذا الجانب. فأعود بك لحياتي الشخصية، حقيقة أنا مقصر جدا في المقام الأول في نفسي فيما يتعلق بأشياء الشخصية، ومقصر مع الأسرة والأصدقاء بسبب تغطياتنا الميدانية للأحداث، وأعتذر للجميع حقيقة. نتمنى في العام الجديد محمد أن تجد وقت في البلاد، ونتمنى لحياتك الشخصية محمد جنبا إلى جنب مع العمل بالتأكيد. زميلي أحمد، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بأحمد، سنحاول العودة ليه مرة أخرى. لكن محمد، قضية التوازن، إجراء تغطية متوازنة بين كافة الأطراف السودانية، هي قضية صعبة للغاية، كيف نجحتم في ذلك في الخرطوم؟ شهدت البلاد في هذا العام سالم يعني حالة استقطاب حادة جدا من أطراف متباينة، من أطراف تؤيد إجراءات الجيش ومن أطراف ترفضها كذلك. فنحن بقدر الإمكان نحاول أن نأتي بالرأي والرأي الآخر كما هو دأب شبكة الجزيرة أصلا، وكما هو دأبنا كذلك في الجزيرة مباشرة، أن نكون متزنين في تغطيتنا، أن نكون مع الناس في الشارع وأن ننقل كذلك الرأي الآخر
أن نكون مع من يرفض هذا ومن يقبل هذا، لكن طبعا بالتأكيد بكل يعني مهنية وبكل كذلك احترام للآراء. لذلك أصبحنا في الآونة الأخيرة، وأنت تتابع بالتأكيد سالم والجميع يتابعون، بأن شاشة الجزيرة مباشر موجودة في أي مكان، موجودة في المقاهي، موجودة في البيوت، وهم يتابعوننا. لماذا؟ لأن الجزيرة مباشر أصبحت هي صوت من لا صوت له كما ذكر زميلي أحمد طه، وهي كذلك لأنها أصبحت تنقل الرأي والرأي الآخر. أنت كمشاهد ونحن هذا يعني أنا لما أجي وزملائنا في التغطية سواء في المسائية أو في غيرها من البرامج بنحط كأنما إحنا مشاهد، المشاهد عاوز يعرف كل شيء، يعني المشاهد يريد أن يعرف ما هو رأي هذا وما هو رأي ذاك، طيب، ولا دون التحيز لأحد، فقط ننقل ما يحدث وننقل آراء الجميع والمشاهد. طيب دعني محمد أعود لزميل أحمد طال الذي عاد إلينا الآن. أحمد، يعني أجريت العديد من المقابلات مع أطراف سودانية عدة خلال الفترة الماضية، لو تذكر أصعب وأطرف المواقف التي واجهتها خلال هذه المقابلات. للحقيقة ما فيش سليم حاجة في ذهني بشكل واضح، لكن عايز أحكي لك على بعض التعامل اللي حدث معانا من بعض الشخصيات السياسية. كان في البداية البعض يتخيل أن نحن ننحاز إلى طرف على حساب طرف آخر، لكن عندما وجد أننا نتعامل مع الجميع بنفس المنهجية ونفس يعني المهنية وإعطاء الفرصة، أعتقد أن غيروا وجهة نظرهم بشكل كبير. أثر ذلك كان موجود في الشارع. الآن المواطن السوداني بيثق في الجزيرة مباشر، أصبحت في تقدير الشخصي، وهذا ليس مبالغة، هي الجزيرة مباشر هي القناة رقم واحد فيما يخص الأخبار لدى معظم السودانيين، على عكس ما كان يقال في فترة من الفترات أن الجزيرة كانت تنحاز لطرف عموما على حساب طرف آخر. لكن اللي أنا عايز أقوله يا سالم أن في حالة إنسانية في حدثت ما بين القناة وما بين العاملين فيها وما بين المواطن السوداني بشكل عام. نعم. هذا ما أنا بلمسه الآن وأنا في شوارع الدوحة عندما أتقابل مع أي أخ سوداني ويأخذني بالأحضان، أشعر فعلا بصدق المشاعر. وهذا ببساطة شديدة بيقول إن إحنا والحمد لله رب العالمين نحن استطعنا بشكل أو بآخر أن نكون صادقين في نقل المشهد السوداني، وبالتالي أتتنا مشاعر طيبة من المواطن السوداني بشكل عام. لكن خليني كمان للحقيقة ظاهرة الشباب اللي أصبحوا بيقلدونا وبيقلدوني على وسائل التواصل الاجتماعي كانت من الأمور اللي في البداية سببت لي ارتباك كبير، لأني شعرت منها أن هي كانت مقياس نجاح، لكن في نفس الوقت كانت عند انتشارها كنت متخيل أن ممكن البعض يقول أنكم يعني ده انحياز بشكل أو بآخر. لكن على أي حال محمد كان يقول، محمد عمر كان يقول هو راض عن نفسه فيما قدمه لمشهد السودان، ونحن أعتقد هذا الشعور عندنا، نحن راضون إلى حد كبير عن أدائنا مع المشهد السوداني، لكن أعتقد لدينا الكثير لنقدمه. المشهد متفاعل للغاية، يعني سنكون لحظة بلحظة مع تطورات هذا المشهد، سواء من خلال المسائية اللي بتقدمها دلوقتي يا سالم، خلال تغطية محمد عمر، من خلال زميلنا أيمن عزام، من خلال الشاك. لكن إحنا محتاجين أن المواطن السوداني بسبب قلة الإمكانيات من أنه يتواصل معنا، سواء على الاتصالات الهاتفية مع أيمن، سواء بمقاطع الفيديو، لأن ده للحقيقة بيجبر كسرنا بشكل كبير فيما يخص التغطية بشكل. لكن في النهاية العمل الذي تم أداؤه خلال الفترة الماضية من قبل الجزيرة مباشر، أنا أعتقد الحمد لله أنه كان موفقا للغاية بفضل أمور كثيرة تكلمنا عليها. لكن يبقى الصدق يا سالم أن الناس سواء كانوا في هنا في الدوحة صحفيين وصحفي المقابلات ومنتجي الأخبار ومنتجي الهواء بجانب
فريق العمل في السودان كانوا بيعملوا في هذا الملف بكل حب. وهذا ما يدفعني أحمد أن أطمئن متابعيك من السودان أنك في أجازة وستعود إليهم قريبا، الذين يسألون أين أحمد طه. نتمنى لك إجازة سعيدة زميلي أحمد، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا لك أيضا زميلي محمد عمر، شكرا جزيلا لكما.